نروح لفريق شباب يد الزمالك مواليد 2004 واللي تأهل لربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق الأولمبي 27-26 برميات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 23 لكل فريق في المباراة اللي اتلعبت النهاردة على صالة الأولمبي في اسكندرية. إن شاء الله فريق شباب يد الزمالك هيلعب في ربع النهائي مع فريق بورسعيد يوم الحد اللي جاي على صالة نادي الزمالك في 100 عقبة. الفريق هياخد راحة من التدريبات بكرة وهيبدأ يوم الجمعة استعداداته لمباراة ربع النهائي. كل التوفيق للفريق لمواصلة الانتصارات وتحقيق لقب الكأس.